السلام عليكم الدراري، معكم سيمو في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم اخوتي غادي ندويو فيه على مرض البارفو. كيف كنعرفو جميع مرض ديال البارفو من اخطر الامراض اللي كاينين تقريبا في العالم ديال الكلاب، وهذا واللي تقريبا الاغلبيه كيخاف من هذا المرض هذا. ففي هذا الفيديو هذا اخوتي غادي نشرحو فيه على الاسباب ديال البارفو والاعراض ديالو، كيفاش نعالجو. كيف ما معروف علينا حنا كيف فلاشين ديالنا الدراري، اننا كنحاولو نعالجو وندير اي حاجه بارخص ثمن اقل تكلفه، ما نخسروش بزاف ونحصلو على نتيجه اللي تكون زوينه وتكون فعاله وعندها مفعول كبير بزاف بزاف بزاف. هذا الشيء غادي نشوفو اليوم كيفاش نداوي الكلب ديالنا من البارفو بارخص ثمن. قبل ما نبداو الدراري في الموضوع ديالنا، نخليكم تشوفوا الكومنتات الزوينين ديالكم اللي حطيتو ليا في الفيديوهات الفاتشين. الا كنتي حتى انت بغيتي الكومنتات ديالك يدوز بحال الدراري، ما عليكش تكتب شي كومنتير زوين زوين ولا خايب، بحال ما عندناش مشكل، غادي ندوزو كلشي ان شاء الله يا سيدي. يلا نتلاقاو في الشات. فانا رجعت لكم اخوتي دابا من جديد. اليوم غادي ندويو قلت لكم غادي ندويو على مرض ديال البارفو. المهم غادي تشوفوني كنشوف عليا الحين، لحقاش كتشوف في البيسي داكشي اللي محتاج خصني نقول، لحقاش راه هاد الفيديو دا تقريبا سجلته شي 4 ديال المرات. كنسى راسي كنبقى كنديو تنخرج على الموضوع وشحال تيطرى لي ديال المهم ديال اللعيبات، هكا كنلقى الفيديو فيه قريب لربع ساعه وما فيهش شي حاجه اللي مفيده. وعاوتاني نيت بالمناسبة قولوا لي كيفاش كيعجبكم الفيديوهات، واش كتبغيو فيديوهات اللي تكون طوال ولا كتبغيو حاجة تكون قصيرة دغيا دغيا نسالي ودغيا باش نفككم دغيا باش حتى انا نعرف شنو كيعجبكم نتوما وكلشي، واقترحوا عليا مواضيع اللي تبغوني ندوي عليهم. لحقاش قرا على مقرا في الكومنتار، كاين اللي قال لي بغاني ندوي على الكراد، كاين اللي قال لي بغاني ندوي على كيفاش تدريس الكلب يبدا يدير الطواليت في شي بلاصة نيتا اللي بغيتي فيها. ما شاء الله الدراري هادشي كلشي قريب غادي راه غادي تبقى فاشني كونيكسيون في المغرب راه فالص وبين الكلمه تقريبا كتشد 12 ساعه باش كيتحط لي اي فيديو. المهم غير ما نكثر عليكم في الهضره نبداو على بركه شي. فكما قلت لكم ندير الاسباب ديال البارفو، فكنلقاو من الاسباب الشائعه ان الكلب لواحد المشكله قليل اللي تيكون هذا المشكل هذا فاش تقدر تنتقل العدوى للكلب، انك كدير ليه الفاكسان وكلشي وما عاد تيمرض. يعني من هنا غادي نقول لكم اخوتي ان الكلب ديالك راه يمكن يهز العدوى ديال الفيروس ديال البارفو من عند الطبيب، من عند الفيتيرينير. انت ملي غادي تمشي تدي مثلا الكلب ديالك باش دير ليه الفاكسان، راه في العياده عند الطبيب يقدر يكون تما كاين المرض طير فوق داك الفيروس فاش كيحط لك الكلب وهذا. فإلا لقيتي من الاحسن ملي تمشي للعياده عند الطبيب دخل هز الكلب ديالك من داخل الشجره ويديك ليك ويدير ليه الفاكسان وانت هازو، ما تحاولش تحطو. ولا لقيتي كاع من الاحسن الى الطبيب بيدير معاك بليزير يخرج هو لعندك ويدير ليك الفاكسان. وإلا شفتو الحلقه اللي درت الفايته ديال كيفاش دير الفاكسان فابور باقل تكلفه، فراه دويت لكم على كيفاش تجيب الفاكسان ديال البارفو ودكها انت راسك. وتي الا ما بغيتيش دكها ما عندكش مشكل، يكفي انك تختار بعض الشروط اللي غادي نقولهم دابا وغادي تحاول تجنب البارفو. فالمهم كيف كنعرفوا كيف غادي نقول لكم بان البارفو راه كيضرب الكلاب تقريبا من شهر حتى 6 شهور. هادو هما الكلاب علاش يحقر بزاف، ما حد الكلب تيكبر والمناعه ديالو كتقوى. فكاين حاله وحاجه واحده اخرى ماشي كل الكلاب اللي كيتصاب بالبارفو، هي انه تكون مثلا خارج به هو تكون عنده 3 شهور 4 شهور خارج به طالقو، يمشي بدا كيشمش عندك في شي زبل ولا في شي لي بوزوان ديال شي كلب اخر في الطواليت ديال شي كلب واحد اخر، مثلا يكون مريض هو اصلا داك البارفو مشى شمش فيهم الكلب ديالك ولا الحسوم ولا شي حاجه يقدر منين يدوز ليه المرض. وعاوتاني ان الكلب ديالك حاول ما امكن تبعدو، ما تلاقيش بحال الكلاب اللي يكونوا ديجا دايرين فاكسان.
ارتفاع ديال درجه الحراره يعني الكلب سخون طلعت لي السخانه ديال بصح درجه الحراره ديال الكلب بحالنا بحالهم تقريبا 37 درجه 37 درجه كتجيك تقلب الحراره كتلقى عنده تقريبا 38 حتى 40 يعني اخوتي هادو هما الاعراض الرئيسيين ديال البارو. فدابا غادي نجيو اخوتي للطرق ديال العلاج والطرق اللي غادي تقابلو عندك الخاص يعني كنتي عارف كيفاش باش تعالج الكلب ديالك فعالجو راسك راه غادي تعالجو راسك ان شاء الله يا ربي. والحاجه اللي كتحكم ليك ان الكلب يتعالج دغيا هو الكشف المبكي كيفاش نقول مثلا عكشي به شكيتي بلي البارفو زيتي الدوايات في البلاصه فان شاء الله غادي تشافى. ولكن الا بقيتي كتقول واحد حتى الغدا ودابا يصح دابا كذا راه يخدني يموت لك في اي لحظه فنبداو بالدوايات عندنا خمسه ديال الدوايات اللي غادي نحتاجو. اما غادي نطلع لكم الصوره ديالتهم هنا كاينه كلوبرا لهاد الدواء ديال الرطان هو اللي كيحبس الرطان للكلب واول واحد غادي تبدا به. انا غادي نحط لكم السميات ديالهم هنا كي ونحط لكم الترقيم باش تفهموا معايا مزيان غتعطيهم ليه المهم ثلاثه ممكن حتى ثلاثه ديال المرات في النهار ثلاثه المرات في النهار مره في الصباح ومره في وقيت الغداء ومره في وقيته ديال العشاء فهمتي اخوتي. المهم كتبدا بكلوبرا كلوبرام هي الاولى لقاش كلوبرام كتحبس الرطان فهمتي اخوتي. ملي كتعطي كلوبرام تيرا تدي الدوايات الاخرين ما غاديش يتقياهم الكلب يعني غادي يبقاو تعطيو المفعول ديالهم. وكلوبرام كاينه سيرو وكاينه برا يعني من الاحسن تاخد السيرو لحقاش برا ممكن تكون ما كتعرف كيفاش تدي برا خذ السيرو من الاحسن. كتبع كلوبرام كتبع ليها كتبع ليها فوسفولوجين فوسفولوجين اللي هو هذا هو هذا عندي هنا يجي هذا ساشيه هذا الساشيه اللي ما كتكونش فيها الغبره كتكون فيها الماء غادي تشدها شوف انت اللي يناسبك على حساب الكلب لكن الكلب يلاه بديه المرض هادي كديرها مع نص كاس ديال الماء وكتشربها ليه. كاين الكلب مثلا لاقاش ليك سطح الوجه بان ليك فيه شويه الوجه هذا مسكين غادي دير ليه ساشيه كلها ما تخلطهاش بالماء ما ديرهاش خفيف بالماء غتعمرها بالبرا وغادي تعطيها لها هي كيف دير الخدمه ديالو فوسفولوجي. المهم غادي نحط لكم التصويره ديال الدوايات هنا كاينه باش تعرفوا الدوايات شنو. من بعد كتبع الفوسفولوجي كتبع عليها فلاجيل فلاجيل هو اللي كينقي المعده ديال الكلب من دوك الامراض وداك الشيء والامر المصارم فلاجيل هو اللي كينقيو يعني الفلاجيل ده هو ضروري 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 كنأكد عليه بلي ضروري كتبعو عليهم قلنا كنبدا بكلوبرا كتبع عليهم فوسفولوجي كتبع عليهم فلاجيل من بعد فلاجيل كتبعو اموكسيل. اموكسيل كيف كتعرفوا هو اونتي بيوتي كتشري كتلقاه غبره كتلقى القريحه ديالو كتلقاه هو كينغبره وكتلقى فيها واحد السطر كتعمرها بالماء حتى داك السطر كتحبس وكتحركها مزيان صافي كتبقى تعطيه حتى هو كتبعو هو الرابع. فاموكسيل هو اونتي بيوتي وغادي تبقى تتبع داك اموكسيل والدوايات كلهم تيتسرى اموكسيل عاد تحبس. فإلا بديتي بكري فراه 5 ايام بالحساب غادي تهنى من البارفو غادي يمشي الكلب ما غاديش يبقى فيه البارفو. وعندنا الدواء الاخراني اللي هو دوليبرام. دوليبرام الاحسن تكون ساشيه لاخر دوليبرام هي كتعاون باش السخانه اللي كتكون في الكلب تنخفض لان الكلب تيكون فيه الحراره طالعه بزاف فدوليبرام تنقص الحراره هكا الا كملتي بهذه الطريقه هادي واحترمتي التوقيت والتريتمون وكلشي فراه كون على يقين الكلب ديالك غادي يبرا 100% بالبارفو. بالنسبه للعبار اللي غادي تهز في السوق مثلا الا كان الكلب من شهرين حتى 4 شهور شهرين حتى المهم الا كان شهرين 3 شهور ما بين شهرين ما بين شهرين وما بين شهرين ونص 3 شهور غادي تخدم ب 4 سي سي البرا غتعمر فيها حتى رقم 4 مفهوم اخوتي. البرا العاديه ماشي شي برا كبيره ولا شي حاجه البرا العاديه الستوندار اللي كدير 2 درهم في الفورماسيون غتعمر فيها حتى رقم 4 كان الكلب شويه مثلا من 3 شهور حتى 4 شهور 5 شهور تحاول تزيد شويه مثلا قلنا دابا 4 تزيد مثلا دير فيها 6 ولا 5 على حسب المهم دير عينك ميزانك. دابا نجيو لواحد الحاله واحده اخرى جيتي لقيتي الكلب ديالك مريض بعدا وصلات فيه العظم بارفو ولا شي يدير كاع لا دياري دم ومرخي وكذا الدوايات تخليهم هما كيف السيستم اللي كيبقى هو وغادي تزيد عليهم السيروم راه كاينه تصورتو في التصويره اللي وريتك اللي كتطلع لكم هنا كاين هذاك السيروم غادي تزيد السيروم حتى هو وغادي تشد الحساب. حنا ما غاديش نعرفو كيفاش ندوزو في العروق وهذا غادي تشد الحساب تشد مثلا كل ساعتين غادي تدك لي 10 سي سي فهم اخوتي غادي تعمر البرا طال 10 مثلا عندك البرا فيها 5 غاتعمر 5 وغاتعاود تعمر 5 واحده اخرى وتدكا فين غادي تدك هذا السيروم هذا تدك تحت الجلده غادي تشد الكلب مثلا هذا هو الكلب الظهر ديالو هنا كاين غادي تهز الجلده غاتهز الجلده بحال ما هكذا وغادي تدكها تحت الجلده هي فين غادي دير داك السيروم. فكنتمنى كل فكره وصلات واللي ما فهمش شي حاجه وخاصه في شي لعيبه وما فهمهاش في الفيديو راه غادي نخلي لكم الفيسبوك ديالي في التحت في الديسكريبسيون دخلوا سولوني على اي حاجه خاصها تكون اللي عنده شي نقد بالنا يدخل يقولوا لي
اللي بغاني ندوي على شي مواضيع جداد لا مش افكار اللي نديرهم فلاشين كتبوا لي في كومونتير ولا سيفطوا لي في فيسبوك. راه كان قال لي واحد الدري ما عقلتش على سميتو الطب بغيتو معايا في فيسبوك. فالمهم فيسبوك ديالي غادي نحط لكم هاد النوبه ماشي في كومونتير راه جاودي نحط لكم في الديسكريبسيون. فاخوتي الى وصلت حتى الاخر ديال الفيديو عجبك الفيديو استفدتي فيه شويه ما تنساش دير لي واحد لايك. ما عجبكش الفيديو دير واحد ديسلايك. ما تنساش اخويا تابون عندي فلاشين وشكرا بزاف بزاف بزاف. وصلتونا بدا 100,000 او فينا ودي غادي. وشكرا بزاف 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 اخوتي وصلتوني 100 ابوني طاف سيمانه تقريبا وصلنا ل 100 ابوني 100 صديق بارك الله عليكم اخوتي. فان شاء الله نوصل 1000 ابوني وكثر ان شاء الله يا سيدي ربي. ما تنساوش اخوتي الا عجبك الفيديو واحد لايك ما عجبكش الفيديو دير ديسلايك. شي كومونتير زوين. ما تنساوش تابونوا فلاشين باش يوصلكم كل جديد وما تنساوش حطوا تفعيلوا داك الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون اون فوا تحط الفيديو يوصلكم تشوفوه نتوما الاولانيين تكونوا نتوما السباقين اي حاجه جديده. يلا تهلاو اخوتي.